فخورين وسعداء اليوم بتواجدنا هنا من أجل إعطاء الانطلاقة لعملية نبيلة اللي كتمثل في تدشين أقسام ذكية اللي قامت بها شركة لافارج هولسيم المغرب على مستوى جميع ربوع المملكة في المناطق اللي كتواجد فيها الوحدات الإنتاجية ديالنا، واللي كتدخل في إطار سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة، اللي هو مشروع مهم وطموح اللي كيتسمى نبنيو الحياة. احنا اليوم كنتواجدوا في مدرسة في تراب جماعة المزمزة الجنوبية، ومن بعد غنمشيو إلى مستوى جماعة سيدي حجاج من أجل إعطاء الانطلاقة في ثلاثة ديال المدارس اللي قمنا بتجهيز ثلاثة ديال الأقسام الذكية فيهم، واللي كتعتبر تجربة رائدة في هذا الميدان، وذلك من أجل تجويد التعليم ومن أجل محاكاة، تعطي الفرصة للتلاميذ من أجل محاكاة التكنولوجيات الحديثة ويتسنسوا بالعالم الرقمي الذي أصبح في يومنا الحالي ضرورة ملحة من أجل مسيرة التقدم الذي تعرفه المملكة المغربية. نحن جد فخورين وسعداء من أجل تدشين هذه الأقسام ديال المعلوميات، يسميناهم الأقسام الذكية والمندمجة، اللي قامت لافارج هولسيم المغرب بإعدادها وتجهيزها من أجل التلاميذ المجال القروي المحيط بالمعمل ديالنا. الشركة كما تعلمون كتوفر على بعض الوحدات الصناعية المتواجدة بتراب إقليم سطات، وفي إطار الشراكة مع المديرية اعتادت أنها تقوم بمجموعة العمليات لفائدة المؤسسات الابتدائية المحيطة بهذه الوحدات الصناعية. اليوم احنا نحضر افتتاح عملية جد متميزة اللي كتمثل في تجهيز ثلاث أقسام متعددة الوسائط هنا بفرعية طنبروس، بمركزية مالي الوادي لبنان، وبمركزية سيدي حجاج القديم. وكما شفتوا معنا الأقسام تم تجهيزها بحواسيب مرتبطة بشبكة الانترنت، دي تاتاشو ودي طابلو انتراكتيف، دي بي سي بورتابل، بعض التجهيزات المكتبية الأخرى. هذه مناسبة باش نتوجهوا بالشكر الجزيل لشركة لافارج هولسيم على المجهود الكبير اللي كتقوم به الفائدة المؤسسات الابتدائية المحيطة بالوحدات الصناعية. دونك اليوم حنايا كنقتحموا الميدان ديال التربية والتعليم بشأن المشروع ديالنا اللي هو تحديث المنظومة التعليمية. الشركة ديال لافارج هولسيم المغرب دونك عطاتنا فرصة أننا نجهزوا واحد ثلاثة ديال القاعات على مستوى المدارس اللي هي قريبة من المعمل الإسمنت ديال السطات. هاد التجهيزات دونك عبارة عن سبورة تفاعلية، واحد 10 ديال الحواسيب، طابعة عاكس، إضافة بيان سور إلى التجهيزات الأخرى اللي كتخص التهيئة ديال القاعة على العبور. هاد الشيء دونك تزيد تأكد الانخراط ديالنا في إطار المشروع ديالنا ديال نبنيو الحياة، واليوم حنا كنبنيو بالتربية والتعليم مع الشركاء ديالنا ومع المؤسسات التعليمية اللي محيطة بنا. هو مشروع كبير اللي انخرطنا فيه بحكم أن صاحب الجلالة الله ينصره والحكومة منخرطين في تحديث ديال المنظومات التعليمية، ومشروع شجعنا بزاف لأن الوليدات كان خصهم أنهم يتوالموا مع المعلوميات ويكتشفوهم قبل ما يوصلوا للمستوى ديال الإعدادي ديالهم، وهذا الشيء ما غادي يكون إلا حافز أننا نزيدوا القدام ونعملوا على التهيئة ديال مؤسسات أخرى اللي قريبة من المواقع الإنتاج ديالنا. هذه الأقسام الذكية اللي جهزناها بحواسيب وبشاشات تفاعلية وبعاكسات أوديو فيزيال يعني دي ريترو بروجيكتور وطابعات دي زامبريمونت، وهاد الحواسيب هادو هما مرتبطين بالشبكة العنكبوتية اللي غتمكن هاد الأطفال هادو من الولوج لعالم الرقمنة، كيف ما كنعرفوا بأن الرقمنة الآن أصبحت من ضروريات الحياة وأصبحت ضرورة للتقدم والازدهار، لأنه كل من لم يلج الرقمنة يعتبر أميا شيئا ما، لأن التعليم المستقبلي سيكون مرتكزا على الرقمنة أكثر، وهاد الأطفال هادو ولاد العالم القروي اللي كنتمناو أنهم يستافدوا أنهم ينميوا القدرات ديالهم الملكات التعليمية ديالهم بهاد الأجهزة هذه اللي
وضعناها رهن إشارتهم، وكنشكر الأساتذة اللي كيتسهروا على التأطير ديالهم، وكنشكر مديرية التعليم اللي تحت لنا هذه الفرصة بهذه الشراكة هذه. ودائما لافارج والسيم في إطار برنامج منيو الحياة تسعى إلى الرفع من القدرات التعليمية ومن تسهيل العرض الصحي بالمنطقة والرفع من مستوى العيش للساكنة. وشكرا.